طبعا الوجود لتشريع أو قانون ينظم عمليه البيئة احنا مبدأ متفقين فيه. نعم. لابد من تنظيم عملية التعامل مع الموارد الطبيعية وكيف يعني من استغلالها إلى آخره، لكن لازم تكون العملية منسجمة ما بين ما هو مكتوب وتشريع، ما بين إمكانيات الجهاز التنفيذي، وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع واستغلال المجتمع لهذه الموارد الطبيعية. أنا ممكن أحط قانون صارم جدا يسكر على الدولة كلها، وممكن أحط لي قانون متساهل فما حققت الهدف المرجو من هذا الموضوع. لائحة البيئة، لائحة البيئة هو أصلا يفترض يكون في تناسب ما بين التشريع ما هو مكتوب وما بين إمكانية الجهاز التنفيذي على تنفيذه، وبما أيضا يتوالم مع استخدامات المجتمع. في بعض الأحيان وكثير من القرارات، ما أتكلم عن الكويت بشكل عام، بشكل حتى في دول العالم دائما في صراع ما بين الفئة من المجتمع النظري والعملي جدا، يعني مصراعات واي. أعطيك مثال بسيط، يعني ما بين المجتمع اللي يستغل الموارد الطبيعية مثل الصيادين أو القناص إلى آخره، ما بين الجهاز التنفيذي أو جهة حكومة الدولة في حفاظ على الموارد الطبيعية. بعض المرات يكون في تساهل من جانب، ومرات يكون في تشدد من جانب آخر. لكن في نهاية الأمر جميع القرارات تبنى على معلومات علمية. لما أنا أقول أسأل مثال، موسم الصيد يفتح من الفترة الفلانية الفترة الفلانية، على أي أساس؟ مثل موسم صيد الروبيان، ولا على أي أساس تم اختيار من شهر 8 فتح الصيد ويغلق في شهر 1؟ بناء على دراسات علمية ثبتت أن مثل الروبيان يتكاثر من بعد شهر 1، يتكاثر وإلى آخر، فيعني نعطي مجال أن هذا المخزون يتعافى مرة ثانية، فلذلك نسكر موسم الصيد هنا. إعطاء المجال أن الصيد أو المخزون السمكي أو البيئة البحرية، الأسماك أو الأحياء البحرية تتوالد مرة ثانية. فهذا عمل التنظيم ما بين التشريع وما يتوافق حسب الأمور هذه كلها. طبعاً إحنا قانون البيئة منذ ما انصدر في 2014 وتعدل في 2015 إلى 2017 حالياً، من ناحية المبدأ أنا أتفق أنه المفروض يكون في قانون، لكن من ناحية التشريعات نلاحظ إحنا محاولات الحكومة وده عمل البيئة في تطوير وتعديل القانون بما يتناسب. أول ما طلع صار في نوع من اللبس في حتى في إمكانية التنفيذ. أعطيك مثال بسيط. نعم. احد المواد، اعتقد المادة 108 فيما يخص جون الكويت، تمام، في ايام اول ما صدر في 2014، ينص ان اي عملية صيد في جون الكويت ممنوعة، والغرامة 5000 دينار او حبس 6 شهور. زين، كلمة صيد بمعناتها شو معناتها كلمة صيد في جون الكويت؟ يعني انت ماشي بعليال انت وولدك، شفت لك قوقعة شلتها، صيد في جون الكويت يعتبر صيد. يعني معقول هذه؟ يعني في حتى في القانون مبدا يقول لك العقوبة توازي الجريمة. يعني معقولة واحد قط خيط ميدار على السيف يغرم؟ لذلك 2015 طلع قرار عدل على، قال لا لازم تطلع لائحة ثانية. فمساعي الجهة إلى محافظة البيئة قاعد تسعى تطلع قرارات بما يحفظ يكفل البيئة. يعني هذه قرارات اعتباطية، يعني ما أكيد مبنية على دراسة، على وجهة نظر معينة. شوف طبعا هو مش كان في اجتهاد للامانه، انا ما بخص في اجتهاد، قد مرات الاجتهاد انسان يصيب في اجتهاده، ومرات لا يصيب، ومرات يعقوت نص الاصابه. نعم. يعني يصيب في بعض ويخطئ في بعض. فيما يخص التشريعات، مرات في نهايه الامر معظم الناس مو فاهمه. يا جماعه احنا ودنا نستانس ونصيح على كيفنا ونقص على كيفنا، لكن في نهايه الامر البيئه هي اللي تفرض شروطها علينا. على سبيل المثال، لما انا اتعامل مع كائن حي معين يتوالد في فتره معينه بهالطريقه المعينه، اتعامل معاه حسب ما هو شروطه يفرض علي. اعطيك مثال بسيط، لما انا الصياد يبي يصيد السبيطي ولا هامور وايا كان، يستخدم ميدار معين في وقت في فتره معينه، يروح للموقع المكان اللي سمكه، يعني السمكه هي طبيعتها فرضت على الصياد شلون يتصرف معاها. الحين مثل اخوي ابو سعود يقول انا لازم اروح اصيد داخل جون الكويت، ان الميد طبيعته هناك داخل جون الكويت، فالاضطر احنا قاعد يتعامل صيد حسب طبيعه الاسماك. من ناحيه اكاديميه احنا نفهم هذه الطبيعه ونوصل المعلومات حق صاحب القرار. طبعا مو بس من الناحيه البيئيه فقط، ايضا مرات يكون في انعكاس اقتصادي وسياسي على هذا الموضوع. انا عندي فئه من المجتمع من الصيادين في ارزاق قائمه على على على, على هذه الصنعه، ان شددنا بنحافظ على البيئه قصرنا في رزقهم، ونسهلنا من جانب اخر، فهي العمليه ما هي سهله صراحه انك تجد الميزان الصحيح في اتخاذ القرار. يعني انت تقول ان هناك بعض المواد في لائحه البيئه غير مدروسه دراسه تامه، وبالتالي اضرت بشرائح كبيره من المجتمع. ما بقول شرائح كبيره، لكن ولا اقول يعني الصيادين
الناس اللي أصحاب البسطات مثلا بالسوق السمك ضرت بمحطات المياه نفس ما قال بسعود إنه سدت الصرف مع المياه يعني شوف أنا أتفق معك في جزئية صراحة أنا أساس أكون باب الإنصاف أنا ما أبي أذم اللائحة كلها ولا أبي أمدح اللائحة كلها يعني دافع عنها ولا أبي أذمها بالفعل في جانب صح أنا أتفق مع اللائحة كانت صحيحة وفي جوانب أخرى أحس إنه كان يفترض المراجع يعني إعادة النظر فيها واعتقد في القانون موجود مرات يطلع قانون يعدي على القانون السابق والى اخره حسب الظروف والمتغيرات الوضع البيئي اللي قاعد يحصل معي مرات يطلب مني اني اسكر صيد مره واحده سنه 2007 كان عندنا مشكله يمكن بسعودي موضوع صيد المحار صيد المحار كان عمليه صيد بجنون الى ان الهيرات المحار بقت تختفي فقامت هي عام شون زراعه الثروه السمكيه اصدارت قرار في 2007 بمنع صيد المحار حتى اشعار اخر وقف مره واحده لأن مخزون المحار بقى يختفي مرة واحدة. تمام. في بعض يعني إن نأكد أن هناك بعض القرارات أو بنود اللائحة تحتاج إلى إعادة نظر. تحتاج إعادة نظر حتى من ناحية التطبيق